بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع بعض موضوع جديد في شابتر نمبر 17. وشابتر 17 بيتكلم عن كاينتكس اوف ريجيد بودي وكاينتكس المقابل لها كينيماتكس. وكينيماتكس معناه انه بيتكلم عن شكل الحركه من حيث الفيلوسيتي الاكسلريشن الديسبيسمنت تايم اوف ذيس موشن اند سو اون. كاينتكس يبدا يتكلم عن الفورسز او المومنتس اللي بتاثر او اللي بتسبب هذه الحركه. فبناخد في هذا الكلام في الريجيد بودي، بقول ان الجسم ممكن يكون بيتحرك حركه ترانزليشن او حركه روتيشن اباوت فيكسد اكسس او كومباينيشن ما بين الروتيشن والترانزليشن ات ذا سيم تايم، بنسميها جنرال بلانر موشن. في المحاضره اللي فاتت قلنا translational motion of a rigid body اخذنا ال governing equations او المعادلات اللي بتحكم هذه الحركة in summation of moments summation of sorry of forces في الـ x direction بتساوي الماس times الـ acceleration of x direction أو الـ x direction و summation of forces in y direction هتساوي الماس times الـ acceleration in y direction و summation of moments عند الـ point G يساوي 0. طبعا هنا الـ AX والاي واي اللي هما components of g acceleration، والجي اللي هي center of mass. بالكتابة ويمكن المرة اللي فاتت قلنا كنا بنكتب سبسكريبت AGX او AGY anyhow، بس يهمني تعرف ان احنا طالما بنتكلم عن rigid body motion يبقى انا بتكلم عن النقطة المعبرة عنه اللي بتمثل rigid body motion اللي هي center of mass بتاعته. الدايركشنز لو كان عندي for example ده كده x وده y، يبقى ال positive direction x في هذا الاتجاه، positive direction y في هذا الاتجاه. ال summation of moments بتساوي zero either clockwise أو counter clockwise it doesn't matter، وليكن ده كله كويس يكون الانجل او سوري السمشن له في الاتجاه ده بتساوي زيرو. اخذنا ايضا في المحاضره اللي فاتت فور نورمال ان تي كوردينيتس سمشن اوف فورسز في الاتجاه ان هتساوي الماس تايمز اكسلريشن ان دايركشن، والـ AN كان له قيمة بتساوي الـ V square مقسومة على الرو لو بتتكلم لو بتحرك في حركة روتيشن يعني بيتحرك حركة كيرف لينير، والـ summation of forces في الـ T direction هتساوي الـ mass times acceleration في الـ T direction، والـ AT كانت بتساوي عبارة عن DV by DT، وأيضا الـ summation of moments عند الـ point G should equal zero. طبعا الـ N direction والـ T direction of point G تمام. Stop sharing. I'm sharing indeed.
دي المعادلات اللي هي تحكم translational motion. ال N وال T بيعتمدوا على فين السنتر بوينت بتاعتي. طبعا النورمال تانجنشال كوردينيت نكتبها هنا ان ان تي كوردينيت the origin of ان تي كوردينيت is located at G. ال N direction, N direction points to the center of curvature. ده ما احنا اخدنا قبل كده. والتي بتكون بيربنديكولر عمودية على ال N direction. الكلام ده لو بنتكلم عن جسم بيتحرك في خط مستقيم أو بيتحرك حركة translation سواء كانت curve linear أو rectilinear motion. ومن المحاضرة اللي فاتت يمكن عندنا تمارين أخذناها وده الكور الأساس بتاع هذه الـ equations الثلاثة اللي فوق. النهارده بقى هنقول for rotation about fixed axis. For our rotation about fixed axis. معنى الجسم معنى الكلام ده ان الجسم بتاعي ما بيتحركش حركة translation، لا ده هو ثابت في مكانه ولكن بيدور. فلو أخذنا الرسمة المعبرة عن هذا الجسم in general، هذا الشكل، فبيقول إن ال part أو rigid body بتاعي يكون support بيكون عنده center of rotation. for example ده center of rotation، ده نقطة ثابتة بيدور حواليها الجسم وله center of mass. center of mass G، وبيأثر عليه في اللحظة دي مجموعة forces F1 F2 F3 Fn، عليه أيضا moments M1 M2 whatever، بيسببه ان هو يحصل له روتيشن يدور بسرعة وليكن أوميجا، وأنجل أو أنجلر أكسلريشن اسمها ألفا. فعلشان أعبر عن إيكويشن أوف موشن اللي توصف هذا الجسم بستخدم النورمال تانجينشال كوردينيتس. يبقى عندي كده consider N T كوردينيتس. دي أول نقطة، أنا ما عنديش هنا إكس وواي لأن أنا عندي روتيشن أباوت فيكسد أكسس. فالنقطة جي لو جينا نتكلم عليها، نقطة جي بتدور في سيركلر باث، يعني في مسار دائري. المسار الدائري لو حبيت أعبر عن الموشن بتاعة النقطة اللي ماشية عليه، الأفضل ليا والأسهل إن أنا أتكلم عنها بالنورمال تانجنشال كوردينيت. النورمال كوردينيت أو النورمال دايركشن الـ N direction is from أو is positive from point G to point O. الـ G اللي هو center of mass، الـ O اللي هو center of rotation. يبقى إذا كده أقوم جاي من عند النقطة اللي اسمها G وأقوم راسم محور في اتجاه center of rotation وأسميه N. الـ T direction
اوكي از بيربنديكولار تو عمودي على ان دايركشن اند از ان ذا انايز اكسبكتد ممكن نقول اكسبكتد direction of rotation. يعني الجسم بتاعي هيدور مثلا متوقع ان هو يدور كده فعمل tangential يكون عمودي عليه وفي اتجاه عمودي على الايه على الان وفي اتجاه الروتيشن بتاعي او في اتجاه الموشن ممكن نقول ان هو ان the direction of motion لو حبينا يعني نختصرها بس انا كاتب كلمه expected بحيث ان انت ما تعرفش الجسم هيتحرك في اي اتجاه sometimes يعني هنشوف من البروبلمز هتلاقي الدنيا اوضح بعد كده استخدم المعادلات اللي هي بتقول ان summation of forces في ال n direction بتساوي الماس times ال acceleration in n direction و ال acceleration in n direction بتساوي لما يكون rotation about fixed axis بتساوي omega square في ال r omega square اللي هي ال angular velocity وال r from g to o الديستانس من الجي للاو بناخدها ان هي الار عندي دي المعادله الاولى والاتجاه الموجب بتاعها هيكون في الاتجاه الان وليكن الان كانت بالشكل ده او عامل عليه البوزيتيف دايركشن بتاعه المعادله الثانيه اللي هستخدمها ان السمشن اوف فورسز في التانجنشال كوردينيت هتساوي الماس تايمز اكسلريشن في تي دايركشن tangential cord component of acceleration وال AT itself بتساوي alpha times T times sorry R والالفا اللي هي زي ما احنا متعودين angular acceleration وال R اللي هي from G to O او from O to G لان احنا بناخد scalar value ليه وبرضو في الحالة بتاعتي هشوف يبقى ده البوزيتيف دايركشن بتاعي مع اتجاه ال T بهذا الشكل المعادلة الثالثة علشان الجسم يكون in equilibrium in dynamic equilibrium يقول لي ان summation of moments عند ال point O يساوي ال I عند البوينت او مضروب في الالفا وهنا باخد الدايركشن بوزيتيف مع اتجاه الالفا يبقى ده بوزيتيف ان الفا دايركشن الاي اللي احنا بنسميها اخدناها في المحاضرة قبل اللي فاتت بنسميها mass moment of inertia او اختصارا بيسموها moment of inertia ده اللي احنا اخدناه في المحاضرة الأولى من شابتر 17 لما كنا بنعمل اللي هو الانتجريشن على الدي ام. يبقى أنا عندي 3 equations دول key equations بالنسبة لي مش عايز أعمل هايلايتنج. المحاضرة دي المعادلة دي المعادلة دي المعادلة الأولى اللي هي بالإنن. 3 equations دول يطلعوا لي كافة الـ unknowns الموجودة عندي في المسائل بتاعتي. بروسيدر الاناليسيس نفس الكلام اللي احنا شرحناه ان انا بيكون عندي بستخدم ال NT coordinate system normal tangential coordinate system بحتاج احسب ال IG او ال IO وال IG معناها المومنت
of inertia mass moment of inertia عند البوينت O، الاي جي الماس مومنت اوف انرشيا عند البوينت جي تختلف، اللي بيكون موجود في التيبلز دايما عند البوينت جي، لكن بحتاج ان انا انقله الى بوينت او. فبالتالي بنشوف سام تايمز مسائل كتير حد هتعدي علينا هتلاقي ان الجي والاو ذا سيم بوينت ولكن ليست قاعده. طبعا الفري بودي دايجرام مطلوب ان انا ارسمه عشان خاطر اعرف الفورسز اللي بتاثر عليا، وبعمل ابلكيشن ابلاي للايكويشنز بتاعتي اللي هي السمشن اوف فورسز والسمشن اوف مومنتس. الجزئيه الاضافه ده اللي انا المعادله اللي انا هستخدمها، هستخدم دي، سيبكم من المعادلات الثانيه اللي فوقيها مش مهم قوي بالنسبه لي. عايز برضو المومنتس هنا، لو لاحظت هتلاقي هو كاتب اي جي ان اي جي تي اللي هي النورمال والتنجنشال كومبوننت اوف اكسلريشن اوف بوينت جي. بيقول sometimes we may need some equations from kinematics. عندك 3 equations الموجودين دول تحت بنستخدمهم لما بتكون الالفا از كونستانت، نفس اللي كان موجود في شابتر نمبر 12 وشابتر نمبر 16. طيب لو كانت الفورس اللي بتاثر او المومنت اللي بياثر فانكشن في التايم او فانكشن في التيتا، او ما اقدرش ان انا استخدم المعادلات اللي هي الكونستانت الثلاثه اللي تحت، بستخدم الايكويشنز الموجوده فوق اللي هم الثلاثه دول. بيقول فيهم ان الالفا عباره عن ديفرنشيشن اوف اوميجا وذ ريسبكت تو تايم، والاوميجا ديفرنشيشن اوف displacement with respect to time، والمعادله اللي في النص دي معادله جوهريه، معادله فعلا مهمه جدا، ان هي علاقه بتربط ما بين الفا والثيتا واوميجا في معادله واحده. دول الثلاث ايكويشنز او الايكويشنز اللي ممكن نحتاجهم من الشابتر اللي فات. تعالوا نشوف بقى بروبلمز عندنا بتحكي او بتكون صيغتها عامله ازاي. بيقول the unbalance 25 kilogram flywheel shown in the figure below has a radius of gyration kg بتساوي 0.18 meter about an axis passing through its mass of center. يبقى ال kg هنقول what does it mean by kg، حاضر، 0.18 meter عند نقطة بتمر بال G point. بقول if it is released from rest determine the horizontal and vertical components of the reaction force at point O. Point O دي نقطة المركز الدوران اللي بيدور حواليه الجسم أو الديسك الموجود عندي. وعندي الفورس، عايز الرياكشن فورسز. طبعا ده عبارة عن فلاي ويل أو جسم، يعني ديسك قطره كبير، الماس بتاعته 25 كيلو جرام، فبالتالي هيأثر على هذا البن اللي هو عند السنتر. خطوات السوليوشن بتاعتي، اول شيء اللي هو set n t coordinates، طيب انا هرسم الرسمة على كبير شوية عشان خاطر ابين عليها. تمام، وعندي السنتر اوف روتيشن، النقطه اللي في المنتصف دي اللي هي النقطه او، وعندي على اليمين شويه البوينت جي، يعني النقط الديسك ده الماس بتاعته غير منتظمه، المنطقه اللي هو عاملها باللون الازرق دي معناها ان هي الماس بتاعتها كبير. انا يميني برضو نحاول نعمل يعني نتخيل شكلها يكون عامل ازاي، فخلينا اقول ان هي شكلها في الغالب هتكون حاجه بهذا الشكل. ديسك كده في حته هنا زياده شويه، وبعدين مكمل الجنب الثاني تقريبا حاجه بهذا الشكل، ان ده السنتر مركز الدوران، ولكن
في جسم كتلة زيادة على جنب، اللي هي الكتلة اللي عملتها دي اللي هي تناظر هذا الجزء. فبالتالي دي بتعمل ايه؟ بتسحب الماس اللي هو السنتر اوف ماس، بدل ما يكون في النص بتسحبه لليمين. فاول شيء ان انا اعمل النورمال تانجنشال كوردينيت، فقلت من البوينت جي ارسم خط لاتجاه مركز الدوران، يبقى ده محور ان اللي هو النورمال دايركشن. انا هقول ان الالفا للجسم كده والاوميجا بتاعته كده، ما عنديش مشكله، انا متوقع ان هو ينزل لتحت يدور، لان الماس هتاخده وتنزل لتحت. اوكي، فبالتالي يبقى التانجنشال كوردينيت بتاعتي عمودي على الان وفي اتجاه الروتيشن بتاعنا بهذا الشكل، فده التي. يبقى اول شيء ان انا عملت الان تي كوردينيتس. ستيب نمبر 2، ارسم فري بودي دايجرام. احنا اوريدي خدنا منه خطوه، بس فري بودي دايجرام ان انا ابدا احط الفورسز على الرسمه بتاعتي. نقطة السبورت اوتوماتيك بتضيف عندها رياكشن في اتجاه الان بتسميه او ان، والاكشن في اتجاه التي بتسميه او تي. طيب داخلين على النقطة ولا خارجين منها؟ دازنت ماتر، ما هيفرق معاك في اي شيء. بالاضافة للرياكشنز في عندي الويت، خلينا ارسمه هنا عشان يكون كلير شوية، اللي هي بتساوي ام جي. وعندنا اتجاه الالفا والاوميجا مع الاتجاه التي اللي انا فرضه، او اتجاه التي مع اتجاه الالفا والاوميجا، والاتجاه الفا واوميجا انا فرضهم في هذا الاتجاه. لو حسبت طلعت الفا نيجاتيف، يبقى معناها الاتجاه الصحيح هو عكس اللي انا فرضه، عشان اي مساله احنا بنشتغل. يبقى انا كده عملت اول شيء ان انا عملت الكوردينيت سيستم. طب في عندي اي فورسز مطلوب او اي فورسز غير الماس هي اللي بتحرك الجسم؟ ما عنديش اي فورس. ستيب نمبر 3، تحسب الاي عند مركز الدوران. طيب الاي عند الجي بتساوي الام في الكي جي سكوير. الكلام ده اخذناه في المحاضره اللي هي اول محاضره في شابتر 17 لما كنا بنتكلم على الماس مومنت اوف انيرشيا. لو الديسك اللي عندك يونيفورم يعني ثابت، قطره ثابت، فبالتالي سهل ان احنا نحسبها، كنا بنقول نص ام ار سكوير. لكن الشكل اللي عندي ده نون يونيفورم، فبيديني هو قيمه الكي اللي هو radius of gyration، اضربها في الماس يطلع لي قيمه الاي عند البوينت جي. اللي عايزك تهتم وتاخد بالك منه ان ديت كي جي، يبقى انا بحسب اي جي، لكن اللي انا محتاجه في السوليوشن اي او، ديت معناها في خطوه زياده. لما اضرب الكلام ده ببعضه يبقى الماس عندي كان 25 كيلو جرام، لما اضربها في 0.18 سكوير تطلع الاي بتساوي، الاي عند الجي بتساوي 0.81، اليونتس بتاعته بتكون كيلو جرام متر سكوير. انا يهمني ان اليونتس تكون كونسيستنت، دازنت ماتر يعني ايه كونسيستنت، يعني ما فيش مره تبقى الماس يديلك بالجرام تستخدمها، لا تكون تحولها للكيلوجرام وتستخدمها عشان تكون ستاندرد. طيب ده عباره عن الاي عند البوينت جي، يعني كما لو كنا مثبتين الجسم عند الجي بيدور، لكن الجسم ثابت عند الاو، يبقى نستخدم اللي هي البارل اكسس تيرم اللي بتقول ان الاي عند الاو بتساوي اي عند الجي اللي احنا حسبناها بلس ماس تايمز دي سكوير، يعني بتساوي 0.81 مضاف عليه الماس اللي هي 25 كيلو جرام في الدي سكوير، المسافه ما بين النقطه اللي انت حسبت عندها الاي اللي هي النقطه جي والنقطه اللي انت هتنقله ليها اللي هي النقطه او، اللي هي الديستانس دي كانت جيفن في الرسمه بتساوي 0.15. المسافه دي في الرسمه 0.15. ماشي يا شباب؟ يبقى 0.15 سكوير. اعوض بالموضوع ده يطلع عندي ان الاي عند الاو بتساوي 1.37. كده حاجات كلها كالكوليشنز، ولو عملتها في السؤال بتاخد عليها درجات شورلي يعني ان شاء الله تعالى. برضه اليونتس بتاعته كيلو جرام
متر سكوير. كده دلوقتي حسبت الخطوات اللي هبدأ بعد كده استخدم الكينيماتكس ايكويشن 3 او بوينت 4 اللي هي كينيماتكس ايكويشنز او ايكوليبريم ايكويشنز كينيماتكس ايكويشنز. summation of moments of lower forces of forces في اتجاه ال n تساوي mass times acceleration في الاتجاه ال n والماس وال an كانت بكام؟ ال an احنا قلناها فوق بتساوي اوميجا سكوير في ال r. الموجب بتاعي في اتجاه ال n to right يبقى عندي ال on اللي هي الرياكشن فورس الموجوده في اتجاه ال n، هي دي الفورس الوحيده الموجوده، هتساوي الماس 25 في اوميجا اللي هي عندي هنا بزيرو في ال r اللي هي 0.15. ده اطلع منه ان ال on بتساوي 0 نيوتن. ليه اخدت اوميجا بزيرو؟ لانه كان بيقول ان السيستم ده عند اللحظة at the in at this instant the system was released from rest. يبقى عند اللحظة دي لحظة بداية الحركة معناها ان الأوميجا بتاعتي بتساوي زيرو. ده هو تمام. فده كده عبارة عن ادي اول كومبوننت حصلنا عليه. الكومبوننت الثاني ان اقول summation of forces في الاتجاه T direction بتساوي الماس times acceleration في الاتجاه T اللي هي الفا مضروبة في ال R، ودول مع بعض اللي هي بتساوي AT. طيب مين الاتجاه الموجب بتاعي؟ الاتجاه الموجب كان تحت ان انا فرض اللي هو اتجاه T. يبقى لو رجعت للفري بودي دايجرام هلاقي ان الفورس الوحيدة اللي كانت موجودة downward اللي هي ال MG وال OT in the same direction. يبقى ال MG positive plus OT بتساوي الماس 25 في الفا في ال R اللي هي ب 0.15. طبعا هنا الفا غير معلومة بالنسبة لي، الماس معلش بحب ان انا الماس ال R اعوضها بس هنا، يبقى 25 في 9.8 من 10 زائد OT بتساوي 25 في 0.15 في ألفا. دي معادلة رقم واحد لأن المعادلة فيها متغيرين فمش هقدر أحلها. المعادلة الثانية اللي هجيبها عشان خاطر أحلها مع دي إن أنا أستخدم الثيرد إيكويشن السمشن أوف مومنتس at point O بتساوي ال i عند البوينت او مضروبه في الالفا. طيب الموجب بتاعي اخده فين؟ اخده مع اتجاه الالفا. ان الفا دايركشن. ايه المومنتس الموجوده عندي؟ اشوف الرسمه. لو اخدت العزوم عند النقطه او ال ON وال OT has been cancelled، ما لهمش عزوم لأن هما بيمروا بنفس النقطة. ال MG لها مومنت قيمته بتساوي ال MG في الديستانس ما بين نقطة تأثيرها ونقطة العزوم اللي هي 0.15 وبيدور في نفس الاتجاه البوزيتيف دايركشن بتاعي. يبقى MG في الديستانس اللي هي 0.15 هتساوي الألفا اللي أنا حسبتها ل 1.37 تايمز ألفا. الـ i
سوري الاي الاي نوت تايمز الفا، من هنا جيت الفا بتساوي 26.8 راديان بير سكند سكوير، وبعد كده سب ان 1 تو جيت او تي. طلع على الاو تي لما تعوض التعويض بتاعك بتساوي 148 بالنيجاتيف. اوكي، معناها ان الاو تي بتساوي 148 نيوتن، والاتجاه بتاعها عكس اللي انا افترضته. انا كنت فرضه لتحت، يبقى الاتجاه بتاعها لفوق. طبعا الكلام ده هتكملوه في البيت وانت بتذاكر عشان تقدر تكمل الخطوات دي. طيب ده بالنسبة للسؤال الاول. السؤال الثاني بيقول at the instant shown، والانستنت شون كان الرد اللي عندي ده هوريزونتال، يعني هو مش واضحة عشان خاطر هو رسمها 3D، ولكن هو كان هوريزونتال. بيقول at the instant shown the 20 kilogram cylinder rod، سلندر يعني رفيع، الماس له 20 كيلوغرام، has an angular velocity of omega بتساوي 5 radian per second. عند اللحظة اللي احنا هندرس عندها كانت الأوميجا بتاعته بتساوي 5 radian per second. Determine the angular acceleration اللي هي alpha and the horizontal and the vertical components of the reaction of the bin. عايز اعرف عند البن O، عايز الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننتس اللي هو في اتجاه N وفي الاتجاه T of the rod at this instant. طيب ايه الفورسز اللي بتأثر على الرد؟ في عندي نيوتن، في عندي مومنت سوري قيمته 60 نيوتن متر، وفي عندي الويت. هما دول التو فورسز اللي بيأثروا عليه بالإضافة للرياكشن فورس الموجودة عند الـ O. ستيب نمبر 1 عندي هرسم الرد. ستيب نمبر 1 ارسم الرد علشان اعرف فين النورمال تانجنشال كوردينيتس بتاعتي. ادي الرد بتاعنا اهو، دي نقطه السبورت ودي السنتر اوف ماس بتاعته اللي هي البوينت جي. فبيقول لي هم احنا بنتكلم في ده الاو، احدد نورمال تانجنشال كوردينيتس عشان خاطر هي دي اللي هشتغل عليه. هو ايه بقى النورمال تانجنشال؟ النورمال بيبدا من جي وفي اتجاه السنتر اوف روتيشن، يبقى ده الان. التي عمودي عليه، ممكن لتحت او لفوق الدازل ماتر، ولكن انا هعمله لتحت لان الحركه بتاعتي لتحت، ف متوقع ان هو تكون الفا في هذا الاتجاه. يعني هو الاوميجا كده بتساوي 5 راديان بير سكند، وانا متوقع مش شرط ان الفا تكون معاها، ولكن هقول الفا كده بوزيتيف بتاعي اهو. يبقى ده عباره عن التي دايركشن. يبقى اول خطوه اللي هي الان تي كوردينيتس. ستيب نمبر 2 اضيف عليها الفري بودي دايجرام. رسمت اضيف الفورسز على الفري بودي دايجرام، فالاقي ان انا عندي هنا فورس واحده اللي هي الام جي، وفي عندي مومنت كده. طبعا ده فلوتنج فيكتور، المومنت عباره عن 60 نيوتن، يعني الدازل ماتر هو موجود في الاول او في الاخر او في النص، هو عباره عن في ات ذا اند اوف ذا داي عباره عن مومنت فلوتنج فيكتور بيسموه. والرياكشنز الموجوده هنا في عند الاو قيمه اسمها او ان، وقيمه ثانيه اسمها او تي. الخطوه الثالثه ان انا اقول له الاي عند البوينت او بتساوي كام عشان ابدا الاي عند الاو. لابد ان انا احسب الاي عند الجي، ولو رجعنا المحاضره
قبل الماضية، هلاقي إن الأي عند الجي بتساوي 1/12 الإم في الإل سكوير. طبعا الإل كامل، الطول كامل كان 3 مترز، والماس كان جيفن في السؤال ان الماس بتاعته 20 كيلو جرام. طب القانون ده انا جايبه منين؟ القانون ده مع الشغل بنحفظه وبيبقى موجود في الكتاب او جيفن تو يو في الفورمولا شيت. ولكن لو راجعت المحاضره اللي هي اول محاضره للمومنت اوف انرشيا، كنت بقول لما يكون في عند رود وبحسب المومنت اوف انرشيا عند السنتر بوينت بتاعته، يبقى انا بتكلم على 1/12 الام ال سكوير، يعني بتساوي 1/12 الماس اللي هي ب 20 في ال اللي هي ب 3 سكوير. لما اعوض بالارقام دي يطلع لي الاي عند الجي بتساوي كام الرقم؟ انا مش موجود معايا الرقم، ولكن ده في 4 مع يروح مع هذا، والأربعة مع ده يبقى في 5، يبقى 5 × 3 ب 15، تمام كده، كيلو جرام متر. يبقى الاي عند الاو هتساوي، هكتب القانون تاني عشان نحفظه، اي عند الجي مضاف عليه الماس في الديستنس سكوير. اي عند الجي حسبته ب 15، اضيف عليه ال 20 في الديستنس منين لفين؟ من عند الجي للاو اللي هي 1.5 سكوير. لما اخلص الموضوع ده يطلع بتساوي 60. طيب ماشي، 60 كيلو جرام متر سكوير. بالك في القانون المسألة اللي فاتت كان عطي لك الكي للريدس اوف جيريشن، لان الشكل كان غير منتظم. في السؤال ده ما اعطاكش ولا الكي ولا اعطاك شيء، فانت لازم تستدعي او تراجع تاني المحاضرة اللي بنحسب منها قيمة الاي. طيب ممتاز قوي. الخطوة الرابعة ان انا ابدا اجيب اللي هي الايكوليبريم ايكويشنز او الكيناتيك ايكويشنز. أول معادلة عندي بتقول إن الـ summation of forces في الـ n direction بتساوي mass times acceleration في الـ n direction، والـ n direction بتساوي omega square أو الـ n في الـ r. أشوف الرسمة عندي كده، مين الـ forces اللي في الـ n direction؟ ما عنديش إلا الـ force دي بس اللي هي الـ on، وأنا أعملها في الاتجاه الـ positive، يبقى الـ positive بتاعي اللي هي كده، يبقى الـ ON هتساوي الماس اللي هو 20 في 5 سكوير في الـ distance ما بين اللي هي الـ R، النقطة ما بين الـ point G ونقطة الدوران اللي هي تعتبر 1.5. هتيجي تحسبها تطلع 750 نيوتن، وطالما طلع الرقم بتاع بوزيتيف معناه ان هي في الاتجاه ده. اوكي، المعادله اللي بعد كده summation of forces في T direction بتساوي الماس تايمز acceleration في T، والاكسلريشن في T عباره عن الالفا في الار. الموجب بتاعي لتحت اشوف المساله فين الفورسز اللي تحت، هلاقي الاو تي بوزيتيف، انا فرضها في الاتجاه البوزيتيف، وهلاقي الام جي ايضا في الاتجاه البوزيتيف. يبقى او تي بلس ام جي هتساوي الماس اللي هي 20 الماس في الالفا ار
يبقى الـ OT المجهولة عندي ما أعرفهاش بلس الماس اللي هي 20 في 9.81 تساوي 20 في الألفا دي معادلة رقم واحد. المعادلة الثالثة عشان خاطر السيستم ينتظم عندي ان summation of moments at point O بتساوي I at point O times alpha. والعزوم معايا فين؟ موجب مع اتجاه الالفا، انا فارد الالفا لتحت موجبة يبقى الموجب معاها. اشوف الرسمه ايه الفورسز لما باخد العزوم عند البوينت او، الاو تي والاو ان كانسلز او هاز نو مومنتس، ويتبقى عندي الام جي لها مومنت بوزيتيف والاكسترنال مومنت ايضا بوزيتيف، يبقى الام جي في 1.5 زائد الاكسترنال مومنت هتساوي الاي اللي احنا حسبناها اللي هي كانت ب 60 تايمز الفا. دي المعادله احسب منها جيت الفا من المعادله الاخيره، طلع قيمه الفا بتساوي 5.9 راديان بير سكند سكوير، وان هي بوزيتيف معناها ان هي في الاتجاه اللي انا فرضه صحيح، لذلك هكتب هنا بوزيتيف مينز the assumed direction is correct. ماشي يا شباب؟ بعد كده substitute in one sub in one to get O طلع بتساوي، مش عارف انا حسبتها ولا لا، ولكن ال O T طلع بتساوي 19.5 نيوتن، والقيمة بتاعته انا افترضته كان ال O T داونورد، لما تيجي تحسبها تطلع نيجاتيف، يعني ال O T هتساوي 19.5 اب، ده القيمه الصحيحه. يبقى هنا النيجاتيف ساين معناها ان الاتجاه اللي انا كنت فرضه للاو تي انكوركت، الاتجاه الصحيح ان هي تكون ابورد، وده لوجيكال لان الجسم عايز ينزل لتحت اللي هي الرد، والبن بيأثر عليه بفورس لفوق علشان يمنعه من النزول. ماشي شباب؟ ده السؤال الثاني. السؤال اللي بعد كده بيقول ان انا في عندي درام اللي هو الديسك الموجود ده، has a mass of 60 كيلوغرام and radius of gyration equals 0.25 متر، اللي هو الديسك الكبير اللي هي الدايره الملفوفه ونص قطرها 0.4 متر. في عنده كورد negligible of negligible mass is wrapped around the periphery of the drum and attached to a block having a mass of 20 kilogram. في عنده كيبل مربوط لبلوك ده، الماس لهذا البلوك 20 كيلوغرام. بيقول if the block is released determine the drum's angular acceleration، يعني السيستم ده كنا مانعين البلوك من الحركه، وبعدين بيقول لك if it is released كنا ماسكينه وبعدين سبناه بدا يتحرك، فلو ده حصل determine the angular acceleration of the drum. انا عندي هنا جسمين وليس جسم واحد بس لينكد مع بعض، في شيء لينك بينهم. ايه اللينك الموجود بين الاثنين؟ ان الاكسلريشن للدرام للبلوك، الاكسلريشن الايه بتاعته
في علاقة بتربطها بالألفا للدرام، اللي هي جاية منين؟ جاية من الأكسلريشن للنقطة اللي اسمها A. النقطة اللي اسمها A موجودة على الكيبل وبتتحرك بنفس الفلوسيتي وبنفس الأكسلريشن زي الدرام، سوري زي البلوك، وأيضا موجودة على الدرام، يعني بتتحرك بنفس الأكسلريشن. بمعنى إن أكسلريشن of point A equals الألفا في الـ R، وهي نفسها equals الأكسلريشن بتاع الدرام. درام سوري أنا آسف بلوك، يعني البوينت A مشتركة ما بين البلوك وما بين الدرام. بالنسبة للدرام الاكسلريشن بتاعتها بتساوي الالفا في الار، وبالنسبة للبلوك بتساوي قيمة الاكسلريشن البلوك. فلو انا قدرت احسب، هو محتاج مني احسب له دي، بس عشان خاطر احسبها لابد ان انا اطلع الاي للبلوك فيرست. تعالوا نشوف كده هاو تو ابروتش ذيس بروبلم. هناخد البلوك في البداية هنا شوية، يعني هناخد البلوك لأن البلوك عبارة عن جسم بيتحرك حركة ريكتلينير موشن، فأقول فور بلوك، أو قبل ما أبدأ البلوك خليني أعملها أرسم الرسمة كاملة، يبقى السيستم كامل أهو. وفي عندي كيبل نازل كده، وهنا البلوك اللي اسمه بي، او هو مش مسميه بس ده البلوك. الماس له بتساوي 20 كيلو جرام. وده السنتر اوف روتيشن بتاعي. فابدا الاول اضيف اللي هي الكومبوننتس بتاعتي، البوينت او بوينت اي سوري، اخد فري بودي دايجرام للبلوك، يعني اجي اقوم اقطعه من هنا كده واطلع الفري بودي دايجرام للبلوك لحاله. هلاقي ان في هنا تنشن اسمه تي، وهلاقي عندي ام جي، وهلاقي ان لو اكسلريشن اضيفها اعملها في هذا الاتجاه، انا متوقع انه هيتحرك لتحت، يبقى ده الاكسلريشن بتاعته. يبقى معنى الكلام ده ان الفا غصب عني بقى في الحاله دي لازم اعملها كده، يعني طالما انا افترضت ان الاكسلريشن جسم لتحت الاي، يبقى الفا تكون معاه بحيث تكون كونسيستنت، يبقى ده كده الالفا وده الاي معاها في نفس الاتجاه بهذا الشكل. لو احنا عملنا الفا في الاتجاه المعاكس يبقى الفا مع الاكسلريشن اب، ولكن انا باللوجيك او بالاحساس بتاعك الجسم هيتحرك لتحت، فانا افترضت ان البوزيتيف بتاعي لتحت. الدرام كان كده، هلاقي الفري بودي دايجرام بتاعه ان عليه فورس جايه من هنا اللي هي التي، نفس التي اللي كانت موجوده في الكيبل. في عندي السنتر بتاعه، عندي رياكشن فورس، ورياكشن فورس ثانيه هسميهم مثلا او ودي او. طب هو هنا السيستم بتاع او الديسك او الدرام
يونيفورم. يعني ايه يونيفورم؟ يعني السنتر اوف جي مع السنتر اوف ماس، يعني ال ان والتي مش هيفيد لي حاجه هنا في المرحله بتاعه في النقطه بتاعتي. فهستخدم اكس واي كوردينيتس، اقول له ده الاكس كوردينيت بوزيتيف، ولان الموشن داون وورد فانا هوفر على نفسي واقول ان الواي تحت هي البوزيتيف بتاعتي، والاتجاه موجب للالفا هو الاتجاه ده. ده احنا بنفترضه فور، ممكن تاخد الاكس والواي، يعني لو حد عمل كده اكس كده واي كده الدنيا هتبقى معاك صحيحه بكل شيء تمام، ولكن هيختلف ان الاشاره بتاعت السمشن للاي لما تيجي تعوض لازم تحط قدام منها نيجاتيف، لان الاتجاه بتاعها غير اتجاه البوزيتيف واي. انا هنا بقول اخدهم من هم عباره عن، انا قلبت المحور واي بحيث ان هو بقى مع اتجاه الموشن بتاعي. طيب كده عندي يبقى ده اسمه او واي وده او اكس، سوري او اكس او واي. وطالما هنعمل اكس وواي يفضل ان انا اعملها في البوزيتيف دايركشن، رغم ان الدايركشنز مش هيفرق معاك في اي شيء. طيب ايه الفورسز اللي بتاثر على الدرم؟ في عندي ام جي، طبعا ام درم، خلينا ام دي في الجي، وده الالفا. اخد البلوك الاول لان البلوك اسهل بالنسبه لي، اقول له ان السبمشن فور بلوك، السبمشن اوف فورسز في الاتجاه الواي هتساوي اتس ماس في الاكسلريشن ان واي دايركشن، وده بالظبط المعادله اللي هي بنتعامل معاها كانه بارتكل او كانه ريجيد بودي، لان الترانزليشن في الاثنين ذا سيم، بس عندي البوزيتيف داون وورد. ده معناه ان الام جي هكتب هنا بي بحيث ان انا دايت بتاع البلوك، الام جي مطروح منه التي اللي انا ما اعرفوش هتساوي الام للبلوك مضروبه في الاي اللي هي الاكسلريشن للبلوك، واحنا قلنا ان الاي للاكسلريشن البلوك هتساوي الفا تايمز ار. الار المقصود بيها الراديوس اللي هو كان عندي في المساله دي كانت هوني 0.4 تمام. يبقى المعادله دي اخرج منها ان 20 دايم تايمز 9.81 ماينس تي بتساوي 20 في 0.4 الفا. بدي المعادله كده معادله رقم واحد، ربطت فيها ما بين التي وما بين الالفا. التي مجهول بالنسبه لي ما اعرفوش، ولكن والالفا ايضا مجهوله، يبقى محتاج معادله ثانيه علشان اقدر احسب منها بعد الاختصارات، لان هي موجود معايا السوليوشن بتاعها. يبقى 196.2 ماينس تي هتساوي 8 الفا. موجوده المعادله والكالكوليشنز موجوده معايا كويس كده. البلوك ما عادش يعطيني اي شيء تاني اكتر من كده. اخد بقى اللي هو الدرم، الدراما في عندي ثلاث معادلات، اثنين فورسز وواحده مومنت. لو اخذت السمشن اوف فورسز في الاتجاه اكس
او في الاتجاه واي، او المومنتس او في الاتجاه اكس او اتجاه واي، مش هيضيف عليا في حل مساله كتير، هيطلع لي ان الاو واي، هيطلع ان الام جي والتي والاو واي الثلاثه هيدخلهم في معادله واحده وهيساويها بصفر. هيبقى عندي التي والاو جي والاو واي مش معروفين. فهنا اخد المعادله اللي هتساعدني كتير اللي هي السمشن اوف مومنتس، عندي الاو مع مراعاه O and G are coincident. يعني النقطة O وال G منطبقين على بعض، فبالتالي ال O same as G هتساوي بتساوي ال I عند ال O times alpha. والبوزيتيف دايركشن مع البوزيتيف دايركشن اللي هي الالفا اللي هو كان مرتبط بالاكسلريشن A، لازم الA والالفا يكونوا ان ذا سيم دايركشن، ده هنا اجباري عليه. الاي عند الاو بتساوي الاي عند الجي سينس او ان جي ار ذا سيم بوينت. واعطيني خلينا اشوف ال are the same point. بيساوي كام؟ بتساوي الام في الكي، طبعا لما اتكلم ام يعني ام للدرام، في الكي سكوير بتساوي الدرام كانت الماس له بتساوي 60، في الكي كان بتساوي 0.25 سكوير، يعني اي ثينك لما نعوض فيها يطلع بتساوي 7.5 تقريبا، وقال لك 3.75 كيلو جرام متر سكوير. ايه الفورسز لما اخد المومنتس عند البوينت او؟ هلاقي ان الاو اكس والاو واي والام جي ما لهمش مومنت، ليه؟ لانهم بيمروا بنفس النقطه اللي انا باخد عندها العزوم. يتبقى عندي فقط التي مضروبه في الديستنس اللي هي ار اللي هي 0.4 هتساوي 375 تايمز الفا. دي معادله رقم 2 ودي معادله رقم 1. اصبح عندي معادلتين في التي، أقول لك solve 1 and 2 to get. لما تحل المسألة يطلع معاك إن الألفا بتساوي 11.29 راديان بير سكند سكوير، والرقم بتاعها بوزيتيف معناها إن هي في هذا الاتجاه. ماشي شباب؟ هنا عمل كومباينيشن او ربط اتنين مع بعض. بعد كده في اكزامبل هسيبه تجاوبوه عشان خاطر ما ياخدش كونسيوم تايم، وبعده نوع من انت تحاول يعني تفهم، تشوف كده تعصر افكارك بحيث تفهم هو بيقول ايه او بيتكلم ازاي في السؤال ده. الاسئله اللي بعد كده فاندمنتال 17 7 اساسي بسيط. السؤال اللي بعديه خلينا نشوفه ونحاول نحله مع بعض. طبعا السؤال الاول، السؤال اللي هو فاندمنتال 17 7، هنا الاكسلريشن كونستانت لان الفورس اللي بتسبب الحركه كونستانت، فهتجد لما تيجي تعوض في المعادلات هتحتاج الثلاث معادلات اللي هم اخر ثلاث معادلات اللي هي اللي بتربط ما بين الاوميجا انيشال اوميجا فاينل والاكسلريشن. هو عاطيني هنا التايم ب 3 سكند، فبالتالي ممكن ان انا اعوض بيه. هاخد المثال الثاني نجرب نحله مع بعض اللي هو 17 8 على اساس ان الاكسترنال عندي كان فانكشن في التايم، يعني الفورس اللي بتسبب كانت فانكشن في التايم.
بيقول ان الديسك اللي عندي 50 كيلو جرام ديسك subjected to couple moment m بتساوي 9t. طالما ان في عندك force او moment function في التايم او function في الثيتا، يبقى الالفا is not constant، الفا ليست ثابت. فبالتالي في الحالة دي لابد ان انا هيحصل عندي integration somewhere. Where t in second determine the angular velocity of the disk when t بتساوي 4 second. الفترة اللي فاتت ما مرش علينا angular velocity، ولكن في عندي معادلة اللي هي بتقول هنا ايه. طبعا لان المسألة بقول ان center of mass والcenter of center of mass والcenter of rotation is the same point، فبالتالي البروسيدر اللي انا ماشي بيه اللي هو النورمال تانجنشال كوردينيت هاز نو مينينج بالنسبه لي، لان النقطتين ينطبقوا على بعض. فقط ما هيكون عندك رياكشن فورس في اتجاه الاكس، رياكشن فورس في اتجاه الواي، وانا عندي في الحاله بتاعتي حتى ما فيش فورسز، كل اللي موجود عندي مومنت بس. بس خلينا نمشي بالبروسيدر. هاخد هنا ستيب نمبر 1 في السوليوشن اللي هي الان تي ان تي كوردينيتس، ار نوت نيدد هير، نيدد سينس او اند جي ار ذا سيم بوينت. Instead, عوضا عن ذلك you may use X and Y system. يبقى ده X ده Y، وهاخد الالفا كده. اشمعنى كده؟ عشان خاطر السهم اللي عندي كده، فيبقى الاثنين almost in the same direction positive. ممكن تاخد الفا في الاتجاه الثاني وارد، بس بقول لك الافضل تشوف الفورس اللي عندك. هتدور الجسم ازاي؟ دور معاه، حطه معاه. طب ستيب نمبر 2، ارسم فري بودي دايجرام. انا بشرح بالتفصيل، ممكن تكون وانت في السوليوشن او في اختبار او في تقييم تنجز في بعض الكلام ده، ما تكتبش اللي انا كاتبه ده. ترسم الفري بودي دايجرام والان والتي وتشتغل على طول، ما عندكش مشكله. مش لازم تكتب لي ان 1 ان تي 2 فري بودي، مش شرط، بس لو كتبت كده هحبك يعني. انا بحب اللي يديني تفصيل في الانسر، يحسسني ان هو فاهم ويفهمني يعني كمان انا برضه. طيب هذا الديسك بتاعي وهذا النقطة center of mass له point O، وهذا محور X ومحور Y. هيبقى عندي هنا مثلا في عندي هنا OX، في عندي هنا OY، وهما الاثنين مش هنحتاجهم في شيء. بس انا بشرح المساله ان ديتيلز. في عندي هنا ام جي، هو عاطيني الماس بتساوي 50 كيلو جرام والراديوس بتساوي 0.3، يبقى ده عباره عن ام جي. وعندي مومنت قيمته بتساوي 90. المعادلة بتاعتي بتقول ان summation of moments، وعندي هنا الفا اخدها في هذا الاتجاه، ان summation of moments عند البوينت O
بتساوي اي عند البوينت او تايمز الفا، والبوزيتيف دايركشن مع اتجاه الفا ان انا فرته بهذا الاتجاه. يبقى العزوم اللي عندي عباره عن ال 90 بتساوي اي، والاي هنا انا المفروض كنت احسبها، الاي عند الاو بتساوي نص الام في الار سكوير، بتساوي نص الام كان ب 50 والار كان ب 0.3 سوري، تطلع قيمه الاي بتساوي لو حد معاه كالكوليتور يساعدني فيها لان مش موجوده عندي، 25 في 0.3 تربيع بتساوي 9 على 4، 2 وربع كيلو جرام متر سكوير. يبقى 9 تي بتساوي 2.25 في الفا، والفا هتساوي أربعة تي. طب الفا بتساوي 4 تي بتساوي دي اوميجا باي دي تي، صح؟ مش احنا اخذنا ان الاوميجا ان الالفا بتساوي الفيرست ديريفاتيف اوف اوميجا ويز ريسبكت تو تايم، يبقى الدي اوميجا هتساوي 4 تي دي تي. اخد انتجريشن للطرفين، لما كانت الاوميجا لما كانت تايم بتساوي 0 كانت الاوميجا تساوي 0 از ويل. اطلع اشوف هل في حاجه في السؤال بتديني تعرفني كده، بتقول ذا ديسك وير تي از ان سكند ديتيرمين ذا انجولار فيلوسيتي اوف ذا ديسك وين تي بتساوي ستارتنج فروم ريست. starting from rest لما التايم بزيرو كانت الانجلر فيلوسيتي بتاعتي بتساوي زيرو، ولما التايم وصل تي بقت هي بتساوي اوميجا، يبقى اوميجا هتساوي 2 تي سكوير من التايم بزيرو للتايم بتساوي 4، هتساوي كام؟ 2 في 16 بتساوي 32 راديان بير سكند، اللي هي كانت التايم عندي 4 سكندز الموجود في المساله ديت. اللي هي الفاندمنتالز، بتكون مساله قصيره والبروبلمز بتاعتها سهله. في عندي بعض البروبلمز هنذاكر المواضيع دي، وفي عندي 17 74 اعطي السوليوشن كامل بتاعها، مساله دسمه 17 74 تذاكروها، ومش هطول عليكم النهارده، انا عارف ان عندكم اختبارات وممكن يكون عندكم اختبار اليوم، فهكتفي بهذا القدر، واشوفكم جميعا ان شاء الله تعالى على خير يوم الاحد باذن الله.